أكثر من 600 كيلومتر عن العاصمة يقطعها الفريق لخوض غمار التحدي بولاية الطرف، والجميع يتساءل عن حالة العائلة المعنية وكيف سيتم الاختيار. يا سي خليل، شكرا حبيبي، شكرا، الله يسترك خويا العزيز، تبارك الله عليك. عادة ما تكون العبرة بالخواتيم، إلا في حالة اليوم العبرة أخذت بالبدايات. عمي حسين، وش حراك؟ لاباس؟ لاباس الله يهديك. وش حوالك؟ الله يهديك. أنا اللي عيط لك في التليفون سي حسين. مرحبا بك أخويا. ربي معكم. اللهم امين. ربي اللهم امين. تفضل سي حسين. هنا تسكن خويا العز؟ هنا نسكن خويا، هذه هي الدار. الله اكبر الله اكبر، راني نشوف الخيوط مع القن. كل شيء مالك. تريسيتي مع القا. ما مر بهذا الأب أقوى وأعمق من هذه الصور التي تبدو رحيمة مقارنة بما عاشته العائلة وما واجهته لسنوات صعبة وأشهر أخيرة جد قاسية. كما حكوا لي في الميساج تاعهم أنكم كنتوا عشتوا أكثر من 7 شهور برا. أكثر من 7 شهور من اللي حولوا، حتى غير كي رحنا ولينا نشكيو في الولايه والدائره والبلديه. كنت قيمت لهم البلاصه، كنت عارف الدوله، روح على الدائره، روح البلديه، روح الولايه اشكي. بعد قلنا وقالوا لنا روح لبلاصتكم وقعدوا. كي جينا حنا هنا زيد ديرت البراكه هذه، ها كانت هذه البراكه كنت والله كنا نرقدوا هنا وكل في بعضان في هذه البراكه الصغيره، اقسم بالله 3 مترات هذه. ايه هذه صديرة أي وسع أنا هي شوية، أنا قصف فيها. كنا نقدو كيما هكاك مغطيين بالباش خير من برا صديق. وكنا في هذيك البطحة اللي نرمو كبر في هذه، والله أقسم بالله في هذه. شحال أنتم؟ أنا في 5. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. شحال قعدت تلتم في البراكة هذه؟ ايوا 17 سنة وانا هنا في البراكة. في البراكة انا هذا ايدي البلاصة 17 سنة انا من 95. هو حال عائلة عاشت أكثر من 17 سنة تحت سقف قصديري، ولكم أن تتصوروا حجم المعاناة صيفا وشتاء وما يفعله القصدير، فما أقواكم من عائلة؟ وين راهي العائلة؟ تفضل. السلام عليكم. واش راكم؟ بسم الله، باش ما نغلطش في الايه ونقولوا نعيم غلط في الايه، كاين واحد الصوره واسمها صوره يوسف، داو خوهم ولقاوها في البير وجاو عند باباهم وقالهم قالوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب. وش يقول هذا؟ راح ولدو التنكل ويقول قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، هذا ربي يحب الصبر. صبر جميل. احنا كنا عايشين، احنا كنا كارهين سمك قبل وبنينا هنا، عندنا 17 سنة وحنا هنا. تسمى خرجنا في لاليستو كل شيء، كي جاو يريبوا تسمى خرجنا عطاونا الاستفادة كل شيء، بانو نروحوا للبطيمة. كي جانا الوقت الترياب جانا الإلغاء، جاب لنا ورقة. حنا خرجنا قشنا، قلنا خرجوا قش، خرجنا قشنا لبرا اللي قاعد يريب. كي خرجنا قشنا لبرا قلنا عيط لهذا، قال له السيد، قال كي تفكر درك عم بيك تقدرش نهضر. قال له هو، قال له اي الغاء اللي كمنتوما، قال له كيف ما احنا خارجين في السوق هادي غيت هادي حطنا التيكتي وراح نروحو. شكون اللي رغيت وخدمت التيكتي
حالة بقينا كيما كيك عندك اللي داخل تسادة وسبيطار بقينا احنا هذي تجري سمع عملناش هادم يقراو ديتم يقراو الصباح بعد كيما جاونا بعد قعدنا كيما كخرجونا قشنا البرا ريبونا قعدنا ثلاثة ايام قش البرا في البلاتفورم هادي كنت انطق جاونا الناس هذا بعد جارنا دخلنا جبنا البيشان بغطينا بهل قعدنا في هذيك الدار في الباش هذيك ثلاثة ايام احنا قاعدين في الباش درنا ما كان حتى واحد كلاني القريد طاف القريد الاحمر هذاك تاع الحشيش اقسم بربي غير كلاني القريد ولينا احنا تسمى درنا هذه الطرف تاع الواحد لمونا الناس كتر خيرهم هذا واش راح نقول لما حتى من واش اسمه طارق الله يعطيه الله يغنيه شكون طارق طارق تريك هو اللي درنا طارق كتر خير هو اللي معكم معنا سوافر وقفوا معنا الناس سي حسين وقفوا معنا الناس ناس كنا يشتيوني خاطرين في حياتنا ما قدرت تديروا له واحد ما قدرت ما عساه أن يفعل هذا المغلوب على أمره بقي له من القوة قدر بسيط ليعيل أبناءه وزوجته وبقي له من الصبر أن يكتم جراحه أمامهم فدمعته الآن هي الأولى منذ سنين فلك الله يا عمي حسين عمك ننسي وبيك الحال خلاص كنت فكرها عمك ليش بداري واحد عمك كليلي تكون رح يبدلنا السكت يا جو أخطونا من البكاية نجوى خلاص عرفتي الله يعيشك الأخرى ما يقدوش أنا فنين ديم ساعات ديم عند خوالهم ساعات يدينا خالهم يجيبنا مسكين يطيش بكل بعد يطيشوا في بلاص القش عند هذا الجار هو وين يكون ينطق البر سبعة شهور مسؤولية سي حسين مسؤولية سي حسين أنت ما قدرت تديرها ساعات بيت من جدا وأنا نقعد ما نقش هنا ما كاينش شكون يدخل تحت في الطاعة هذيك نسكن عندنا هو سبع شهور تحت البر أنا كي نشوف الدراري كيما هاد كي نشوف هاد الدراري هما اللي قطعوا لي قلبي كي تشوف هاد الدراري لازم لهم محيط مسكن باش يكبروا على الدراسة والله كنا كبير كنا شعلوا شمع ما كنا مصنفين الضوء ايه شمع قدروش تحملونا قدروش قدرناش نعيشو تقدر تشوف الناس كل جيران كل راحت غير حنا قاعدين في بلاصه كيما هادي وحدنا واحد ما يجي طبطب عليك يشوف كليتي ما كليتيش تغطي ماكش ما تغطي حنا نروح جيزنا خلي نروح بابا يقعد للصقيه واحد ما يجي طبطب عليه يشوفو كلا ما كلاش الرسول عليه الصلاه والسلام وصى على سبع جار حنا هنا حتى ولاسك فيكم ما يسقسيش عليك قعدنا حنا كيما كاك حتى بي تقدر تعاون تشوف ولدي كيماك ما تنجمش تحبس تشوف ولدي كيماك ما تقدر دير هادشي وانت الكبيرة انا الكبيرة مسؤولية تاني مسؤولية العام هذا دخلت نخدم وصاصة المهم تشوفهم تحبس يعيشون بقدرة قادر يبكون بحرقة سنين يصبرون بقناعة أن الحلول بيد الله يلتمون بفكرة الاتحاد فالاتحاد قوتهم البسيطة التي بقيت والمستقبل السي حسين كيفاش راك تشوف فيه واش راكم تمنين نجوى حابين نعيشوا كيما الناس برك مانيش حابين خير من الناس ومانيش حابين نكونوا اعرف الناس الحمد لله في المستوى خير الامور واوسطها اش راكم شاكين تمنين انا صعب هذيك يجيو ما نقدرش نجيبها من هنا وين حنجيب من مكان؟ كنا حاجك طوالي برا كلش برا برا كانت تجي نجيبها حتى شي حابة نعيش كيما الناس حابة مش هكي حابة شي ما قولي حابة نعيش كيما الناس كل حابة يكون عندي دار حلم
بسيط لم يكبر وسط كل هذا الألم كيف يكبر، والحق أصبح بعيد المنال، فوالله لن تعرف عزة أنفسهم وقوة شخصيتهم قبل التحدث إليهم، فلهم من كل هذا ما يكفي ليقسم على الألوف الذين لم يحمدوا الله على نعمة، فلولا الضرر وشدة الوضع لما وصلنا لهؤلاء الشجعان. أب يصارع لوحده، أم تكافح لوحدها، وبنت تجاهد أيضا لوحدها، فكل يفكر بحالة الآخر، والحلول تكاد أن تكون منعدمة في ظل ما رأيناه. خلوفي، السلام عليكم. عائلة واحدة أخرى تكسر الحجر، دوب الجبال، قاعد نسمع في الحكاية. تدمع تدمع بلا ما تحس، صح، بلا ما تفيق، دمعات هبط وحدها، دمعات بعد يقولوا ناعم، حساس بزاف. شو الحساس راه تسمع هاد الحكاية ما تكفيش. وكل واحد عنده حكاية خاصة به، في عائلة كامل كل واحد عنده كوتي اللي نضرفع، سواء كوتي تاع الأب ولا تاع دراري، كل واحد فيهم عنده جرح عميق عميق عميق. يعطيك قلبك تخليهم هكا، أنا والله ما يعطيني قلبي نخليهم هكا، ما يعطينيش قلبي والله ما يعطيني قلبي. سي حسين، بإذن الله تعالى ما نروحش قلنا حتى نعاونكم، بإذن الله تعالى نجو أختي أنت الكبيرة راح نحيلك هذه المسؤولية، والله ما نروحوش منا غير حتى نعاونوكم قاعدك، نعاودو لكم قاع الدار، بإذن الله تعالى نعاودو لكم قاع الدار. ابتسامة فقدت وردة فعل تخفي الكثير ونظرات هي الأولى بعنوان التفاؤل منذ سنين، كم هي جميلة وجميلة ابتسامة مثل هذه بعد سنين قاسية. بإذن الله تعالى كل واحد فيكم ديروا له محيط تاعو. السي حسين، أرواح أخويا، أرواح أرواح أخويا، أستركا بعيش، أرواح صاحبي، سوفريت انت تاني، سوفريت خويا العزيز، باذن الله نحي لك هذا الهم ان شاء الله. ربي باذن الله، ربي كل جزائريين يوقفوا معك، كل جزائريين يوقفوا معك سي حسين، لانك انسان طيب وقانس، كاع الناس تهضر عليك غير خير. ارفدوا دوزانكم، ارفدوا غير حوايجكم برك، نشوفوا وين نديوكم ان شاء الله، وكلش نجيبوه جديد بإذن الله. الله يعينك هكذا نجوى إن شاء الله، ربي يقدرنا. اللهم أمين، ربي يهنيك إن شاء الله. إلى القتال. الحرب. الحرب ديركت. إيمان، مرحبا بك عندنا، ولا مرحبا بنا عندكم. هاد الدار وهاد العائلة خضونا بزاف، حبينا نديروا لهم محيط ملائم عائلي معمر بالحب، معمر بالحنان، ومعمر بالجمال. إيمان تحاول أخذ ومعرفة حاجيات العائلة وبداية العمل في مجالها لوضع أحسن مخطط يساعد وأهواء العائلة. يا طارق، أم حكاو لي عليك وحكا لي هذا الإنسان طيب عليك، وأنا قلت له لازم ثم لازم نشوفه. أنا نعيط لك في التليفون نحل فيك طارق، أرواح خليني نشوفك، خليني نبوسك، وأنت تقول لي ما نجيكش إن شاء الله. أسمعني يا طارق، أسمعني يا ناس، اسمعوني يا ناس، هذه الحصة هي قدوة لفعل الخير، ما راناش هذيك تاع دير الخير وتصور معاه، ولا ما تحبش انت تتصور، انا تكون عبره ان شاء الله، تكون عبره للناس واحد اخرين، ناس شطرك وقفت انت معاه ان شاء الله. وكي نروح انا للسعيده، وكي نروح لغليزان، وكي نروح لتمن راس، لو كان ما يشوفوكش الناس كيفاش درت وكيفاش تعاملت معاهم هم ما يعاونوش ثاني ان شاء الله. بربي ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله، احنا نكونوا قدوه للناس اخرين. صاحبي دبر راسك بيها ان شاء الله، باذن الله كيما وقفت معاهم المره الاولى ان شاء الله، زيدوا معنا ان شاء الله، احنا سمعنا باذن الله نكملوا لهم الدار ان شاء الله. هذا مصو هذا ولا واش يكون؟ ارواح صاحبي، ارواح خليل نورمالمون يخدم لمصو. واش تخدمها السي خليل؟ يخدم اي حاجه، اي حاجه تخدمها، اي حاجه. ما توقف معنا السي خليل؟ نوقف معك والله في المواقف، راني نوقف معاكم ونعاونهم بشي اللي نقدر عليه. ما شاء الله عليك خليل، جيب جماعتك وروح، ربي يعاونكم. التحضير منذ البداية أمر مهم ومهم جدا لتفادي الوقوع في فخ التنظيم السيء. إيمان، سي فريمون سي ان اندرو سامبل.
سي ان فري بيرو تاع وحده تخدم لا ديكو سي لا ديكو ولا لاشيتاكتور فريمون سامبل زيد فضلك تعيش الوغ ايما كنتي جيتي لعندنا سير بلاص شفنا درنا لي طاد دو سير بلاص الوغ دوكا وين واصله الحكايه اي سيرتو سيرتو على بالك بلي عندنا لي ديلي شويه دقيقين دونك انت هي اللي تسهلينا لاطاج بارابول لي ديلي والتفصال تاع الداروسي روحت من لو شانتي بديت لي طرافو تاعي عملت ان ريامينجمون لو بلان دون فاصون هزيت ان كونسيديراسيون لي بوزوان تاع لا فامي خرجت اون ثوازيام شامبر بور لو غارسون اه قدرتي تخرجي اون ثوازيام شامبر فوالا خرجت اون ثوازيام شامبر لو ريزولتا فينال لي منو نقدروا نخرج نبداو لونسمون دي طرافو هاد لو بلان جبت لهم خطاب جاني نشوف ديجا على باس بدنا نخرجوا 3 شامبر هذا واش كنا نحوسوا باسكو يا 3 في un garçon et la mère plus les parents donc déjà c'est un avantage trois spacieuses chambres très bien kbar kbar d'accord en plus avec la cuisine ou le séjour avec l'entrée sur le hall cuisine et séjour c'est open, open space très d'accord. bien on a complètement changé d'après les temps bon avec les mesures محطوطين et tout le hall ou le salon la cuisine واسعين تاني دونك ما فوا توجو très bien il y a de l'aération l'éclairage naturel très bien wow. le plan il est bien étudié vous pouvez hacker commencer les travaux نتوما دونك نقدروا نبداو الشونتي ديالنا كيما يقولوا كلش مضمون بارابور لي ديلي بارابور تفصال بارابور لا ديكوراسيون سي ديتي لي خرجت اون شامبر بور غارسون ا بو بري لا شامبر دي فيل انا اون 3 دي برافو يعطيك الصحه نخليك دونك نبداو ديريكتومون ديريكتومون لي طرافو لو بلو طو بوسيبل البداية في صبيحة الجمعة يوم عطلة وكم كانت الصدمة كبيرة بحضور عدد قليل مقارنة بباقي المغامرات فالحضور اقتصر فقط على رجال طيبون أبوا إلا أن يشاركون وأعطى صورة جميلة لمنطقتهم ويا للأسف لم نكن ننتظر هذا العدد وهذا الحضور الضعيف ناسنا وحبابنا ناس الشط مرحبا بي عندكم مرحبا بكم عند هذا الانسان الطيب السي حسين الله يذكره بالخير ما نقدرش نفكر واش صرالو هو وعائلته كلمه واحده نقولها انه يستاهل كلمه واحده نقولها انه يستاهل المساعده تاع كل واحد فيكم اللي راكم حاضرين لهنا وكلمه واحده نقولها انه يستاهل مساعده كل ناس الشط وكل الجزائريين صعيب انك تعيش 17 سنه في بركه والصعيب انه البركه يريبوها باش تعيش مده عام في قيطون انت والزوجه واربع اولاد صعيب وصعيب وصعيب كما تقولوا انتم ناس الشرق ياسر واجب عليكم يا جزائريين واجب علينا كحصه ليد في ليد معاكم ان نمدوا له يد المساعده وهذا واجب بلا مزيه تاع كل واحد فيكم بلا مزيتكم شي صعيب والمسؤولية كبيرة راكو تلميتو والخير هو اللي لمكو جينا متزاير وتلمينا والخير هو اللي لمنا وإن شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير وإن شاء الله إن شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير دوكا السؤال اللي نقدر نطرحه ولازم لي الجواب تاعكم الشباب الكبير هذاك اسكو نقدر نتكل عليكم لي جون صعيبة هادي اسكو نقدر نتكل عليكم لي جون يا كامل يسبليت كامل كامل اروح 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 الله الله على هاد الانرجي الله 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 على هاد الشط الله الله فريمون سبق وين خدمنا في الشرق نعم خدمنا في عنابة في برمة الكاز خدمنا في عنابة خدمنا في نقاوس خدمنا في باتنا وين مدوا ايما شابه ناس الشرق خلي الناس تعرف يزيدوا يكملوا لي ماج هذه ويبينوا لنا باللي يديروا واش داروا حاو زيدوا كملوا الناس تعرف زيدوا كملوا عليها زيدوا كملوا هاد شويه تاع الخريطه هذيك زيدوا كملوها باش يولي الناس الشرق ما شاء الله عليهم شاف شونطي جايكم البويره هاوليك شاف شونطي الدوزيام جايكم تيزي وزو هاوليك كاش ما خصكم راهم هنايا راهم واقفين ليل ونهار عاونوهم وتعاونوا ويعاونوكم
راكو شابين، راكو دي بوغوس لهنا، الله يبقي يستر عليكم. او بي ا اورو بروتيكسيون الجيري، توصي وتوصي وتوصي على الحمايه، الكاسك، نوادر، لي غون و جيلي والصباط، ما لازمش يخطيوكم. ما ناش حابين تجيو تعاونوا بيديكم وتعاونوا باطل وتنجرحوا ولا يقيسكم كاش حاجه. تغيضوني والله تغيضوني. لي جان نتكل على ربي ثم نتكل عليكم. هاد الدار تاعكم خوتي باذن الله نكملوها في اقرب وقت ممكن. اتهلاو لي جان، مرحبا. العمل الجاد يبدا الان، فثقتنا في هذا الحضور كان كبير رغم النقص العددي الكبير في يد العامل، وباقي ناس الشط لم ياتوا ليشرفوا منطقتهم، وكما يقال البركه في القليل. ايمان واش درتي لنا كاع اختي؟ فهمينا. فهمينا اختي وما فهمت والو. هذايا لو بلان درك داميناجمون. J'ai fait des modifications. Oui, il y a quelques murs. Où est le bœuf ? L'entrée principale. Donc, هذا المير يتكسر. يتكسر هذا. صح. كما قلنا. هيا. مخطط العمل يوضع في مدخل الورشة والفريق يبدأ في التطبيق، وأولى العمليات تمثلت في تهديم الأسوار، وهذا حسب ما طلب من المهندسة إيمان. أنا هنا في ولاية الطرف بلدية الشط، جينا نعاونو ونعاودو في الدار تاع عمي حسين، راهو في حالة مزرية، إن شاء الله نديرو اليد في اليد نكملوها في سمانة. تبدأ الخرجات لجلب المواد اللازمة من كل صوب وحتى من خارج الولاية. السلام عليكم. السلام عليكم. واش راكم؟ أهلا بك. واش حوالكم؟ بخير. سي نعيم نقدم لك سي منعم. أهلا سي عبد المنعم. أهلا لاباس عليك. بخير الحمد لله. متشرفين الحمد لله. تركي. تركي طارق. هو اللي بعثني عندك صاحبي العزيز، قال لي روح عنده. مرحبا بك انسان ملاخر يا اخي العزيز. اذا كنت توقف معاهم واذا توقف معنا، هاوليك البلومبي جابنا لعندكم لهنايا، على بالو كاع واش كاين واش ما كانش، البلون داروا مع الارشيتكت، اوقفوا معنا وعفسوا على قلوبكم ان شاء الله. الله يعافيك. حتى مشكل. مرحبا بكم، شوفوا واش خاصكم كاع البلومبري ان شاء الله. وصول المواد إلى الورشة كان منذ الساعات الأولى، خاصة مواد البناء اللازمة من آجر، إسمنت ورمل، والفريق في الاستقبال. للإشارة فقط، الاختصاصيون هم من قاموا بالإنزال والتفريغ بسبب النقص في اليد العاملة، مما أجبرت الجميع لترك عملهم والقيام بالتفريغ والإنزال. أنا في بلدية شط ولاية الطرف، إذاك جاونا الناس تاع الخير، الناس اليد في اليد، أنا جينا نعاون أخونا حسين نخدموا له السكنه تاعو ان شاء الله، وربي يوفقنا ان شاء الله ونكملوها على خير ان شاء الله. كما جرت عليه العاده، فريق في الورشه وفريق في رحله البحث لجلب المواد. السلام عليكم. سلام اسامه. مرحبا بك. احنا ندخل راح نصدم. مرحبا بك. اسلام اسامه، واش راك؟ فلافا لاباس. واش راك عليك؟ الحمد لله رانا عندكم. مرحبا بكم. حسيت ليت في اليد، راه عند لو غران نابو عند اسامه. هو حكى لنا عليكم انيس، قال لناكم جايين. فوالا خويا احنا اللي في يدنا نعاونوا بيه. لو غران دائما تبع ليميسيون، رانا في الطرف في الشط، بعثونا عند اسامه البارتنر اوفيسيال تاع لو غران هنا في النابا. دونك لا غام تاع لو غران نسحقوها في شونتي، كوم حنا في لي ديبي نسحقوا الكتريسيتي. فوالا دوك نعطيك لا ليستيتو ونشوفوا كيفاش فيناليزيوها، تبعتها لي ولا نجي نديها، يا با سوسي. ما كانش مشكل خلاص، ما كان حتى نوري لك باك لا ليست ا بوبري. داكور. شويه كبيره. معليش شويه كبيره. وما فاصون كي نقول شويه كبيره، سي الميم برينسيپ تاع لي شونتيي لي فاتو كيما كاع. بون واش عندنا؟ كاين لي كان ديامتر 20، لي بواطون كاستري، حنا اللي في يدنا بربي ان شاء الله نديروه. تخيل كان حتى مشكل، نعاونوا اخونا اللي فيها الخير. ربي يحفظك اسامه سي جونتي. بداية تشييد الأسوار باتباع المخطط المتفق عليه بعد الانتهاء من التهديم والتنظيف. ها هي القلة القليلة تقوم برفع التحدي والقيام بعملها على أكمل وجه. اهلا بك شاف. واش حوالكم؟ لاباس. بخير. قال لي السلام الله نرجع نسلم على نعيم. قال لي والله يعني شوف خويا العزيز، سلمت عليا زوج زوج كارسيما، سلمت عليا زوج. قول بوسه بجوج كارسيما. زوج كارسيما، زوج كارسيما. سلمت عليا يا خويا. شوف البوسه شكارسيما، التصويره اللي حبيت تصور خمس كارسيما. دبر راسك.
واش حبيتي ده؟ لا حبيت اسمع، انا حبيت نصور ب 10 خاطر 5 وانا ثاني نصور ب 10. نعطيك زوج تصور مالا. انا ب 20 والله غير صور يا جماعه، والله اللي يقدر يعاون يعاون، هذا ما كان والله نسحقوا السيما نسحقوا والله غادي يعاون بالشيء اللي يقدر. وين شحال عطاني سيما؟ 10 والله صح 10 عطاني 10 سيما 10 انا 20 20 شكرا سيما وانا 10 10 سكان ثاني 10 10 20 30 40 50 شكرا سيما. الله يبارك خويا العزيز، الله يبارك. الله يبارك بلال 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 اسمع 50 شكرا سيما. تعرفهم هادو؟ مرحبا بكم. تعرفهم؟ ولا صح 50 شكرا سيما جدك. الله يبارك في الطريق صاحبي. بس الله يسترك والله قلت صحكم غدوه بصح غدوه الله يكون عندنا. جونا عندنا شوف حيبوت الجهنه في الشط حيبوت الجهنه. نعطيك تليفون تاعي، نعطيك تليفون تاعي عيط لي. الخروج لجلب المواد يليها مباشرة وصول المطلوب إلى الورشة والبدء في البناء التركيب لكل المواد التي تصل. السلام عليكم. أسلامة صاحبي، هذا جديد، هذا ما نعرفوش، هذا يا مبكنا نرسم تيكزيرت. واش راك لاباس؟ الديكورات اللي استعنا تيكزيرت. السلام حبيبي خويا، واش راكم لي تزوم بيت يا صافا؟ صافا نرسم تيكزيرت. تيكزيرت مرحبا بك معنا. مرحبا حقنا التريسيتي دوكا. واش دير كالعادة بريكولا كيما يقول الرجال. هيا على ربي نسيم بينا. فريق تازون بايت يصل من بجاية لبدء عملهم المتقن والذي لا يمكننا الاستغناء عنه، سواء من حيث الجودة أو من حيث السرعة في العمل، وهذا ما يحتاجه الفريق. وجبتينا الأخت خطيرة. جبتينا خطيرة، يعني فهمينا وش حبي يقول خطيرة. خطيرة هي شغل مشاعر. جبتينا مشاعر يعني راح تبيني لنا مشاعر تاعك بهذه الخطيرة. عطيني نشوف أختي. بسم الله أحييكم والجنة مثواكم، كل كلمة جميلة وكل دعاء أهديكم، يا زهرة هذا الوطن ويا شرف أولياءكم، بحلوها ومرها سنبقى نحبها، ويا خيرة هذا الوطن نحن من سنصلحها، نحن شبابها نحن نحبها بدمائنا سنسقيها، يدا بيد لنفرح هذه العائلة ونرسم البسمة على شفتيها، وبارك الله في كل من ساهم فيها. ما شاء الله عليك، هذه اللي كتبتيها؟ ايه. ما شاء الله عليك اختي، هذه نقرديها هذه ونديروها كادر. ما شاء الله. تشكرينا وفي الجنة تحشرين. ما شاء الله، الله شكرا. أكثر من 600 كيلومتر عن العاصمة يقطعها الفريق لخوض غمار التحدي. تفضل. أمي حسين، أنا اللي عيط لك في التليفون سي حسين. مرحبا بك. انا تسكن خويا العز. انا نسكن في هذه الدار. كما حكاو لي في الميساج تاعهم انكم كنتوا عشتوا اكثر من 7 شهور برا. شحال قعدت تلتم في البراكه هذه؟ ايوا 17 سنه وانا هنا في البراكه. في البراكه انا صباح هذا ايدي البلاصه 17 سنه هنا. احنا كنا كارهين السما قبل وبنينا هنا، عندنا 17 سنه وحنا هنا. السما خرجنا في لاليستو كل شيء. كي جاو يريبوا السما خرجنا عطاونا الاستفاده وكل شيء بانوا نروحوا للبطيمه. كي جانا الوقت الترياب جانا الالغاء. قعدنا كيما كي خرجوا لنا قش لبرا ريبونا، قعدت ثلاث ايام قش لبرا في البلاتفورم هادي. كنت انطق كلاني الكريد، طاف الكريد الاحمر هذاك تاع الحشيش. اقسم بربي اقسم بربي اقسم بربي غير كلانا الكريد. انا كي نشوف الدراري كيما كي نشوف هاد الدراري هما اللي قطعوا لي قلبي. يعطيك قلبك تخليهم هكا؟ انا والله ما يعطيني قلبي نخليهم هكا. ما يعطينيش قلبي، ما يعطينيش قلبي، والله ما يعطيني قلبي. سي حسين باذن الله تعالى ما نروحش قلنا حتى نعاونكم. يا طارق يا طارق يا طارق، ام حكاو لي عليك وحكى لي هذا الانسان طيب عليك. مرحبا. وانا قلت له لازم ثم لازم لازم نشوفه. ناسنا وحبابنا ناس الشط، مرحبا بي عندكم، مرحبا بكم عند هذا الانسان طيب. سؤال اللي نقدر نطرحه ولازم لي الجهوه بتاعكم الشباب الكبير هذاك. يا اسكو نقدر نتكل عليكم لسان. يا راي كامل يتفليت كامل كامل. اروح 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 اروح. العام
العمل الجاد يبدأ الآن، فثقتنا في هذا الحضور كان كبير. السلام عليكم. سلام. رانا عندكم. مرحبا بك. حسيت اليد في اليد راه عند لوغرون النابا. خويا حنا اللي في يدنا بياسر نعاونوا بيه. لوغرون. فريق تازومبايت يصل من بجاية لبدء عملهم المتقن والذي لا يمكننا الاستغناء عنه. شوف خويا العزيز، سلمت عليا زوج، زوج كارسيما. سلمت عليا زوج. قول بوسه بجوج كارسيما. زوج كارسيما. السلام عليكم. حقنا التريسيتي دوكا. واش داير؟ كالعادة. بريكولة كما يقول الرياض. يتواصل العمل ويتواصل التضامن بولاية الطارف، والأمور عرفت ركودا في بعض الوقت بسبب النقص الفادح في اليد العاملة، والآن الأمور تسير بالشكل العادي في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة. السلام ورحمة الله. واش راكم؟ لاباس خويا؟ واش راكم؟ لاباس الحمد لله. وانتم بخير؟ واش راكم؟ اهلا بك. انت ما نعرفكش، ما شفتكش حتى البارح. اه هذا جديد هذا. واش يقولوا؟ وعد وعد الحر دين عليك. ما شاء الله عليكم. هذا التصاور تاع البارح برك جابونا تراكتور. والله صدفه. ما شاء الله عليكم وفي ميزان حسناتكم خير. ان شاء الله يستركم لي جان. بارك الله فيكم. أفراد العمل المتخصصون في مجالهم يجتهدون من أجل إكمال المهمة في الوقت المحدد للمرور للمراحل القادمة. جينا اليوم من عنابة، جينا لولاية الشط عند خونا حسين بحنا نعاونوه تكون عنده دار كونفورتابل ويعيش اون هارموني افيك سا فامي. بون او ديبي جينا درنا ليتا دي ليو، هزينا لي غولوفي، هزينا لي ميزور، درنا ان اسكيز. دركا اون سو مومون اليوم بدينا لي غروز اوفر، جاو لي ماسون، جات ليكيب تكنيك. Plus tard, inshallah, nous trouvons le côté décoration, peinture et couleur, inshallah. Salam alaikum. Salam alaikum. Il est le frère. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. الحمد لله. شكون هذا؟ هذا الوالد. بابا كذا. بابا. الله يبارك. تفضلوا مرحبا بكم عندنا. هذا هو الشيف ديطا ماجور. عمي. هذا الانسان الطيب. بعتنا ميساج وقال لك ما خصكم رانا هنا. شكرا على هذه التربيه اللي مديتها لي اخويا. مرحبا بك. شكرا شكرا على هذه التربيه اللي مديتها لي بلال. كيما فهمتك خويا العزيز. مرحبا بك. انا جيتك على البلاكو. مرحبا بك. والاكسسوار تاع البلاكو. مرحبا بك. البلاكو عندنا توا بيعطينا. مرحبا. الاكسسوار تاع البلاكو ما عندناش، وراني نشوف ثاني او عندك ثاني ميم البي في سي. بي في سي بلاكو. ما شاء الله ما شاء الله. الومنيوم. وشنو الومنيوم؟ الومنيوم بروفيل الومنيوم تيق بيبان. واش يخصكم رانا؟ تعطيني ميم التوق. واش يخصكم رانا؟ مرحبا بك خويا. مرحبا بك. شوف ربي ربي ما يغلق باب حتى يحل 10. جيتو على البلاكو هاو عطاني البي في سي وزاد لي تواقي. تما تواقي تاع تاع الدار خلاص سي بون. نحيها من بالي. نحيها من بالي. الله يبارك عليكم. وهذيك العفسه اللي عندك ليها تاع واسمها تيندا هذيك ولا تيندا؟ هذيك زعما تعطينا وحده. ما كانش مشكل. ما كان حتى مشكل. كيف ربيتو؟ ربيتو بكلمه ما كانش مشكل ولا واش؟ مرحبا. ربيتو غير ما كانش مشكل. رزق ربي احنا سبا فيه برك. ما كان حتى مشكل. ما شاء الله عليكم يا هذا رزق تاع ربي وحنا رانا سبا فيه. ما كانش مشكل. خلاص تشكروا في الجنه اللي تحشر. واش يخصكم عليا؟ لي بلاكيست عليا. ما شاء الله. عمي تبارك الله عليه. ربينا الله. تبارك الله عليكم. لا مزيان. سلموا على الوالده وقولها قال لك نعيم بارك الله فيك على التربيه تاعك. شكرا. وصول المواد الخاصة بألواح الجبس والمتمثلة في الألواح والأسس اللازمة لتركيبها، والفريق يستعد لبدء المهمة في مجال تغطية السقف بما أن المنزل لم يكن مغطى في السابق، وتعتبر هذه العملية من أهم العمليات والتي عادة ما تأخذ الكثير من الوقت خاصة في الأيام الأولى من العمل. مرحبا مجموعة اليد في اليد عندنا. رانا هنا باش نعاونوا عمي حسين إن شاء الله، ونقلوا له داره في أقرب وقت بربي إن شاء الله، ونديروا اليد في اليد، ورانا جروب من بلاد كرقي كامل هنا إن شاء الله، وما يكون غير الخير. السلام عليكم. السلام. أهلا بك. أهلا بك. بالصحة ولهنا. بالصحة ولهنا. الله يهنيك إن شاء الله. صاحبي. وي نعم. وقفت معنا في برمة الجاز. وقفت معكم. وكنا في المستوى ولا ما كناش؟ يا صاحبي يا صاحبي، نقول لك حاجة، صوفيتنا. تعرف شنو صوفيتنا؟ أقسم بالله غير صوفيتنا. صوفيتنا ونزيدك حاجه واحده اخرى. عزيز كنت قدوه حسنه. علاش كنت قدوه حسنه؟ اقسم بالله يعني باش نفكر المشاهد ونفهم ونوعيه يعني انه ماهيش قضيه تاع دير الخير وتصور معاه. تركي لامين ما راهوش محتاجني انا باش ندير له اشهار. عرفت فهمني؟ طيب.
مي كنت قدوه ليا، لانه علاش دوك نفهمك خو، الماتيريال اللي عطيته لي ما شاء الله جوده عاليه، يتنسرق راك فاهمني، تنسرق لنا من داك نروح الكاشونتي داونا بيرسوس كاشونتي واحد اخر داونا فيسوس، ومن بعد كي نروح الولايه شافوك ناس باللي عاونتني جماعه كيما انت هكذا شافوك قالوا لنا احنا عندنا ماتيريال كاش ما تسحق رانا هنا ثاني، معناتها الشيء اللي تنسرق تعود لانه شافوك ناس كنت قدوه حسنه اخويا. ان شاء الله هذا واش حابين احنا، هذا مكان زيد هذا الخطره وقف معنا اخويا، الله يسترك انت راك مشط، زيد وقفوا معنا الله يعيشكم، ورانا هنا في 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 في, في ولايتكم، شرف الولايه تاعكم ان شاء الله بربي، ان شاء الله نشرفوها ونكونوا نرضوا ربي وانتم. صحيت خويا قول لي واش كاين. تفضل. إيه الماتيريال قاعوا هنا، الماتيريال الصحيح قاعوا هنا اخويا العزيز، الله 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 الله. شوف عندنا الارشيتك تاعنا وقفت معانا احسن وقوف، حبيت لو كان ندير لها سوربريز ونعطوا لها ميتخ لازير. وي اذا عندك. وي كاين كاين بلوس ماتيريال تاعك خويا العزيز، ما كان حتى بلوس. الله 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 الله، تبارك الله عليك يا شريف. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، ربي يبارك فيك خويا ان شاء الله. الله يبارك فيك. كما ذكرنا سابقا التضامن لا يقتصر فقط على اليد العاملة، حتى وقفة الجيران بتحضير الغداء والعشاء تحسب لهم أيضا، لكن هذا ما لم نشاهده ببلدية الشط. فإيمان مهندسة الديكور تولت المهمة وأحضرت طبقا تقليديا للاسترجاع بعض الشيء. درك رانا في سخانة كبيرة والسمش قوية، ودرك الناس راي تخدم وراي تعاون بجهد اللي كاين، ونحن نكونوا حسن المستوى وأجركم على الله. يتواصل العمل، ويجب أن نستثني الشبان الرائعون الذين كانوا حاضرين معنا طوال الورشة، فقد أعطوا كل ما لديهم من قوة لمساعدة الفريق. من جيتوا خاوتي؟ مسكي كده حروس بارك. كنتوا خدامين جيتوا لهنا؟ والله من الشونطي للشونطي. بارك الله فيكم، الله يكثر مثلكم إن شاء الله خاوتي. حتى ناس سكيكدا أرادوا مشاركتنا في هذه المغامرة وتعويض النقص العددي، وهذا ما أراح الفريق بعض شيء، خاصة عيسى والصالح مسؤولي الورشة اللذان تعبا كثيرا في هذه المغامرة. جينا لهنا للطارف بالضبط بلدية الشط باش نعاونوا دار عمي حسين اللي كانت تعيش في حالة مزرية، كما تشوفوا رانا يد في يد هنايا مالغري سخانة ديباسي 40، بصح رانا هنايا نعاونوا بشي اللي نقدروا عليه، وربي يوفقنا وربي ان شاء الله ياجر كل واحد ساهم ولو بحاجه خفيفه، واليد في اليد، مازال خير في بلادنا وفي ولادنا. عمل كبير ما زال ينتظر الفريق، وكل اختصاصي يقوم بواجبه لحد الساعة، والكل يعمل في آن واحد ولا مجال للانتظار، خاصة وأن الوقت يداهمنا للمرور للمراحل الموالية. مرحبا بكم، تفضل خويا. يعيش كي زيد لك طارق. مرحبا بك. يعيش خويا. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. طارق. وي. سبق وين انك هاد العائله تكفلت بها ان شاء الله، من قمت بزاف عفايس معها معاهم، وبفضلك انت وبفضل الناس واحد اخرين اللي جينا للشط ان شاء الله باش نكملوا المهمه هذه. اونكور اون فوا راح نزيدو نقصوك باش تكمل معنا المهمه توسكي بيتون، عندنا لاشاب، عندنا البيتون تاع برا باش تعاوننا فيه. يا خويا مرحبا بكم، انا تلقيت تعليمات من السادة اصحاب المؤسسه، هم راهم غايبين واعطوني الضوء الاخضر لهذه الحاله للتكفل بها التام من الاول حتى الاخر. ربي يقوي الخير ان شاء مرحبا الله. مرحبا بكم عندنا ان شاء الله، ورانا في خدمه المواطن وفي خدمه الناس المعوزين وفي خدمه اي واحد يقصدنا ان شاء الله مره جايه. التحضير للأرضية بالإسمنت المسلح يبدأ الآن، والفريق يستعد لذلك بكل ما أوتي من جهد، مع العلم أن عملية وضع البلاط على الأرض يجب أن تبدأ، وهذا حسب ما اتفق عليه منذ البداية. السلام عليكم. السلام صديقي عصام. عصام ربي يرضى عليك، بيبان جاو
البيبان جاو لازم نركبوهم كاع واحد واحد. انا درت لك زوج مانوفري الله يبارك ما شاء الله حبيبنا جاو من القلمه جاو من القلمه حتى الله فيهم ولا يطلعوا فيه. هاي راه أسامة وسليم بعد مغامرة قالمة أبوا إلا أن يشاركوننا مرة أخرى، وكم كان حضورهم مفيدا للفريق برفقة عصام هذا الشخص الطيب، فألف شكر لهذا الثلاثي الرائع. السلام عليكم خويا، واش راكم؟ مرحبا. لاباس؟ لاباس الحمد لله. بعثني عندك طارق. مرحبا بك. احنا حصة ليد فليد رانا هنا في الشط. مرحبا بكم. نعاونوا في واحد العائلة يا اخي العز. واش نقول لك؟ واش راح نقول لك؟ القناعه والصبر تاع هاد الناس ابسط الاشياء ما عندهمش. لحقنا المرحله تاع دالو سولو فايونس يا اخي، اذا كان تقدروا توقفوا معنا، اذا كان تقدروا توقفوا مع هاد العائله ديروا مزيه نقد، تقدروا ديروا مزيه والله العظيم غير تنحيوا نغبينا كبيره. روحي روحي اختي، تهلاي تهلاي تهلاي. إيمان من جهتها تسعى دائما لتحضير مهمتها على أكمل وجه، وهي هي الآن تقوم باختيار ما يناسب من أذواق وأنواع فيما يخص لادال دو سول ولا فايونس، وهذا حسب طلب واختيار العائلة أيضا. ليليها مباشرة إرسال الكمية المطلوبة إلى الورشة لبدء التطبيق بأسرع وقت ممكن، خاصة وأن الوقت ليس في صالحنا في هذه الأثناء بالنظر للمعيقات التي واجهتنا بداية. السلام عليكم. اهلا بك سبع، واش راكي لاباس؟ ايمان ديكوراتريس تاعنا، ديكوراتريس تاعنا ايمان. السلام عليكم يا جماعه، سمحوا لنا واش راكم؟ كاش ما كاين بانتر هنا في جماعيكم تجي عاوننا؟ والو قاعد كليون ما كاش حتى واحد بانتر هكذا. معليش كيفاش نعرفك هذه؟ عاونتنا في واد السوف، رايح هبطت للواد السوف وعاونتنا حتى شهر 15 جور، 15 جور، 15 يوم وهي في واد السوف. جينا لبرمة الغاز ما خلاتناش، جينا للشط ما راحش تخلينا بإذن الله. دبري راسك بينا. دبري راسك بينا. إيمان راهي هنايا. عندها توت لي كولور وعندها الصبيغة تاعها ما شاء الله ثاني. النيونسي راهو هنا. هنا واجد، لا غام تاع سانتيكو توجور ديسبونيبل. سامح توجور ديسبونيبل. ما شاء الله. كل. تحلاي فين؟ بيان سور. مرحبا بكم عندي. لونجوي. الفينيل. الفينيل. فيكساتور. فيكساتور. ساتيني. ساتيني. لي زيفي ديكوراتيف. لي زيفي ديكوراتيف. كوم دابيتود. لي ستيكرز. لي ستيكرز وي. كاينه. ديري تاني لي ستيكرز؟ مليحة. تشكرين وفي الجنة تحشرين. إن شاء الله. ربي عاونكم لي زاد. كثيرا ما يساعدنا أناس طيبون في مغامرات سابقة، وكثيرا ما نبقى في اتصال دائم معهم، وهذا ما مكننا من معاودة الالتقاء بهم ومساعدتنا مرة أخرى. فسماح قامت بمساعدة الفريق بمواد الدهن في مغامرة واتسوف وعنابة، وهي الآن تأخذ حصة الدهن مرة أخرى بكل ما يلزم، والفريق يواصل لتحضير عمله ووضع لادال دو سول بقيادة صالح الذي يعتبر قائدا بحق رفقة عيسى، فلولا وقوفهم الدائم على الورشة لكانت الأمور تأخذ منعطفا آخر ولتعقدت أكثر فأكثر، فحضورهم القوي أمر حتمي في ظل صعوبة المغامرات. سمعنا باللي حصة يد في اليد جات في ولاية طاف هنا في الشط باش يعاونوا فاميلة محتاجة، جينا احنا بينا بالليكيب تاعنا ان شاء الله باه نعاونوهم ونتكلفوا بكل التكاليف تاع البلومبي ان شاء الله في نهار نكملوها ان شاء الله. السلام عليكم، احنا خاوتكم من قلمان وخويا اسامه، جينا احنا لحصه اليد في اليد، مازال هذا السيد هذا الصوالي نزيدو نعاونوه باذن الله. العمل يتواصل مع الرجال الذين وقفوا بجانب الفريق لحد الساعه، وحتى إخواننا من المغرب الشقيق كانوا حاضرين وأبدعوا في مجالهم وأعطوا لمستهم الرائعة، وكم كان الوقت في صالحنا بحضور هؤلاء الطيبون الأشقاء. أخويا أهلا، الله يسلمك. واش راكم؟ لاباس. صافا؟ الحمد لله. لاباس. من جيتنا؟ من قسنطينة أخويا.
انت وين سكن؟ نسكن في عنابة. مع عنابة صافي رحت لقسنطينة وشارجيت ووليت. نعم الله يبارك وطريق مليحة. لا لا باس عليك. معيتش؟ معيتش. جبت لنا المونوكوش ولا جبت لنا؟ المونوكوش. شحال جبت لنا؟ 5 بالات. 5 بالات؟ شحال من صاك ما قالولكش؟ 5 بالات صافي 300 صاك. هكذاك. 300 صاك. قيس ما نخدموا لي فاصات لي 4 فاصات تاع الدار نسلكوا عمي حسين. يفرح عمي حسين وانت في ميزان حسناتك الله يحفظك خويا بارك الله فيك عايش طاب ونسينا لهين دي شارجيو ونتعشى معانا وتروح تاهل في امان الله صحيت حبيبي وصول شاحنة مجمع حسناوي في الليل محملة بمواد تغطية الواجهة لمونوكوش والفريق في الاستقبال مع الذكر فقط أن الفريق الذي كان في الاستقبال هم فريق الدهن وفريق ألواح الجبس للأسف مرة أخرى لم نجد اليد العاملة ببلدية الشط وفي وقت قياسي تمت عملية التنزيل من طرف الاختصاصيين في عملهم encore une fois واش راك دير صافا فراش اوكي الله لا يغيبك ماشي بزاف ما بين قالما وكذا ماشي بزاف فات قالما الحمد لله برافو يعطيكم الصحه encore une fois رانا في الشرق في الشط بالذات دونك ميم كونتيتي ميم برينسيپ براند والالكتروميناج اخويا تجرنا في نوعات يعجبك جودو طاح بيبي مرحبا بك مره اخرى فوالا ميم كونتيتي كونفيرمي ثاني لا ليست كوم دافيتود اخويا ونبعثوها تما سير بلاص وعلى ربي على ربي ان شاء الله وشورم سخرا ستوجور يرحب بنا مرحبا بك حنا ولفناكم وقال من بلاص واحد اخرى وقال نجي عند بيلا لابارون اخويا مادامك هنا شي بروند ستور بسكري سي راس مرحبا بكم اوتوم يعيشك بلال ميرسي بوكو فرار اخويا دونك مزيه نكملوا ميم برينسيپ ان شاء الله اوكي فرار علي بون كوراج ميرسي بوكو اخويا الله يسلمك صحه سلامه رغم الصعوبات إلا أن الورشة لم تخلو من المرح وهؤلاء الأطفال كانوا برفقة الفريق منذ أول يوم وهكذا كنا نقضي بعض الوقت معهم في انتظار الدخول في النصف الثاني من العمل وما تبقى من مواجهة ومن تحدي مازال الخير في بلادنا مازال الخير هنا في عبادها مازال الناس راهي شادة هذا هو الجزائري يكون شاب ولا شابة ديما تلقاه واقف ديما حاضر وقت الشدة في وقت المحنة تما وين الصح يبان كي نتعاونوا كي الأحباب يروحوا كل الصعوبات اليد في اليد اليوم كل واحد راح يساهم اليد في اليد ما مصعيب يولي ساهل اليد في اليد نمدوا